السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله احنا بنعمل صرف تكييف عشان نعمل ميول في صرف التكييف. يعني إيه ميول في صرف التكييف؟ يعني أنا عندي هنا في سقوط كتير وأنا أقدر أعمل ميول في صرف التكييف، ثم إن الخرسانات في الأرضية هنا مش عدلة، فهتلاقي الخرسانات معظمها مايل عكس اتجاه المواسير. فبنعمل إيه حضرتك؟ بنبدأ نعمل خيطان وبنعمل إفزان عشان ادي ميول في صرف التكييف، عشان على قد ما اقدر احاول ادي ميول، لان انا عندي عند باب الشقه انا عندي تقريبا 20 سم سقوط، ده دور ارضي لازم اعمل فيه الكلام ده. لو تلاحظ بص حضرتك في افيز هنا صغير وهنا في افيز كبير وهنا في افيز كبير خالص، فنعرف نعمل ايه بقى. قرب كده يا عم عمرو. بص يا باشمهندس عمرو، انا عندي ده الشب اللي هو الليفل النهائي بتاع الجارد هنا او بتاع الشقه هنا، تمام كده؟ فباجي اخد من على الشيرب بظهر الماسوره اعلى نقطه في الشقه كلها بتبقى متر و5، عشان بنسيب 5 سم تشطيب، 5 سم تشطيب اللي هم 2 سم بونه وسم بلاطه و2 سم رمله. فهنا الافيز ظهر الافيز اللي هو هيبقى ظهر الماسوره، هات كده ظهر الافيس كام يا عم عمرو؟ 5 ونص، تمام كده؟ يبقى انا كده هنا ثبتت اول نقطه 5 سم ونص، واخدت اكس من الحيطه هنا، ورحت اخدت اكس من الحيطه الثانيه هناك عشان الخيط يمشي معايا عدل. برضو كذلك الامر، جبت الليزر بتاعي لحد هنا، باين هنا ولا لا؟ لا مش باين. هات الليزر يا عمرو، وقف كده. احنا جبنا الليزر عند النقطة التانية هنا عشان خاطر اعدل الشرب كده. هنا الليزر عامل كام؟ متر و10. يبقى انا عندي 5 سنتي ميل من اول الريسبشن لاخره الناحية التانية هناك. شديت الخيط بتاعي كده، الخيط ده اصبح فيه ميول 5 سنتي تمشي معايا، ميول متناسبة، ما تلاقيش افيز عالي وافيز واطي. ولقطت من الحيطة هنا زي من الحيطة هناك عشان يمشي معايا الخط ستريت، يبقى ماشي معايا حتة واحدة. طيب انزل كده بقى على الخيط هنا، بص كده يا باشمهندس، الخيط يا دوبك لامس الشرارة، وهنا الخيط لامس الشرارة. يبقى انت كده حضرتك لو بصيت على الخيط ده كله كده ماشي معايا ميول متناسبة، عشان خاطر تاخد معايا الميول عشان ما تركليش ميه في اخر تكييف هناك، واي ميه تنزل تمشي على هنا. السؤال بقى، بنعمل ميول في صرف التكييف للناس كلها؟ لا. بص حضرتك، عندي ليفل امشي فيه ماشي، ما عنديش خلاص هنحترم الارض ونمشي عليها، انما عندي ليفل بنمشي زي ما سيادتك شايف كده. أربع ميول عجبكم، وانتظرونا باذن الله على قناه سباك شاطع على اليوتيوب وصفحه سباك شاطع على فيسبوك. وانت بتابعنا في الشغل ما تاخدش بالك يعني، ماشي؟ السلام عليكم.